أنا عايزة أدخل معنا في الحوار دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية. خلينا برضو مزيد من التفاصيل مع دكتور أشرف. مساء الخير دكتور أشرف. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة شفقي وعلى ضيفك الأستاذ أحمد ناجي. أهلا بحضرتك. يعني يمكن برضو في ظل هذه الجولة اللي قام بها السيد الرئيس صباحا، وأيضا في ظل تأمين سلة الغذاء المصري بهذا الشكل والمحاور الكثيرة التي تنتهجها الدولة، كيف ترى؟ هذا في غاية الأهمية. في الواقع هذا أمر حيوي، وأشير يعني إلى أن تلك الأزمات المتلاحقة بدءا من أزمة كوفيد 19 مرورا بأزمة سلاسل الإمداد وانتهاءا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية سوف تضيف أبعاد جديدة إلى الفكر الاقتصادي نفسه. سوف تحتل الزراعة والصناعة والزراعة تحديدا مركزا متقدما في أولويات اهتمامات الدول، خاصة دول الجنوب. تمام. كان درس الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء العالمي عام 2008 هو الاقتصاد العيني، الزراعة والصناعة. ذلك ما يجب أن تعد عليه هذه الدول بالنواجذ، الزراعة والصناعة. ومن هنا يأتي هذا الافتتاح لهذا المجمع الصناعي الكبير، أكبر مجمع صناعي في مجال الصناعات الغذائية في الشرق الأوسط، خطوة في هذا الاتجاه وخطوة استراتيجية لمواجهة تلك الأزمات. ويعني في الواقع أن أزمة الغذاء العالمي العوامل المسببة لحدوثها موجودة وتعمل في كافة الاتجاهات، سواء العوامل على جانب العرض أو من حيث التغيرات المناخية الدراماتيكية التي يتعرض لها العالم، أو العوامل على جانب الطلب من حيث ارتفاع نسبة التضخم وبالتالي عدم القدرة على الوصول للغذاء وضعف القدرة الشرائية للمشتري في هذا السياق. أكيد. هذه الجولة التي قام بها الرئيس دفعة كبيرة خاصة مع افتتاح مصانع جديدة في مجال الألبان ومصانع المخبوزات والبسكويت، تؤدي إلى زيادة الإتاحة بشكل كبير وتعمل على الضغط على الأسعار بحيث ألا تأخذ اتجاه سعودي أكثر من اللازم. أيوة، لأنها تعمل كمان زيادة عرض كبير يعني. طيب أنا سؤالي الأخير لحضرتك دكتور أشرف، كيف ترى تغير شكل الخريطة الزراعية في مصر؟ منذ سنوات والخريطة الزراعية في مصر تغيرت كثيرا، يعني من توشكا والقمح لأماكن كثيرة للمليون فدان لغيرها، كيف ترى هذا التغير؟ تغيرات دراماتيكية لا تقدرها العين. اتجاه محورين رئيسيين، او هما محور التوسع الافقي من خلال المشروعات الكبرى، مشروع المليون ونصف فدان في 8 محافظات، 65% منها في محافظات الصعيد التي كانت مهمله من قبل وفي موقعا، مشروع الدلتا الجديده 2.2 مليون فدان يقع في اطار مشروع مستقبل مصر، 1.1 مليون فدان، سيناء الحبيبة شمال ووسط سيناء استصلاع واستزراع 540 ألف فدان، مشروع توشكا الخير 500 ألف فدان تزاد إلى مليون فدان في المستقبل، وشرق العوينات 220 ألف فدان، جنبا إلى جنب مع التوسع الرأسي خلال استنباط أصناف قليلة المكس في التربة، قليلة الاستهلاك للموارد المائية وعالية الإنتاجية، وتتحمل الإجهاد البيئي وتتحمل التغيرات المناخية في نفس الوقت. أكيد. الحقيقة نتمنى أن كل ده بإذن الله يعني نجني ثماره في سنوات مصر المستقبلية. دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية، أشكر حضرتك جزيلا على هذه المداخلة.